طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين هنا في بالضبط مكان غزوة احد, وانتوا احنا واقفين في غزوة احد. لو بصيت كده هتلاقي مأذن المسجد النبوي موجودة وراك. ايوه المأذنة موجودة هناك اهي. احنا على بعد 4 أو 5 كيلو من المسجد النبوي. قريش جاية منين؟ قريش جاية من هنا اهو. قريش جاية من المكان دون. النبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة وصل, اختار المكان ده يقابل فيه قريش. ليه؟ لأن فيه هنا سيل كان معدي, فالنبي عايز يحجم مكان المعركة, عايز يخلي مكان المعركة قادر ان هو يسيطر عليه. الدنيا مفتوحة قريش تكسب, لأن عددهم 3700 فقط, فمش ممكن لو أرض مفتوحة إحنا اللي نكسب, هم اللي يكسبوا. لكن لو الأرض مغلقة وراجل لراجل, قوة الإيمان وقوة الصحابة والهمة والإرادة تخلينا ممكن إن إحنا نكسبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان ده لأن في سيل محيط بالمكان ده. قريش عشان تعدي لازم تنزل في المية, لو عايز تهاجم المدينة لازم تنزل في المية وتعدي. فالنبي واقف لهم هنا, لو حبوا يعدوا بقوا هم في المية والمسلمين من ظهرهم. فقريش ما عندهاش حل غير انها تواجه المسلمين في المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وحدده. طيب فين جبل احد؟ اهو جبل احد, لو سمحت بصوا عليه كويس, ده جبل من جبال الجنة. وبص عليه وانت مستشعر انك هتشوف الجبل دون في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احد جبل يحبنا ونحبه. ليه يا رسول الله؟ عشان النبي وفي. ليه وفي؟ لان احد هو اللي حمانا في هذه المعركة, ففضل النبي حتى للجماد شايل له الوفاء. وصل النبي صلى الله عليه وسلم اختار المكان ده. بص النبي صلى الله عليه وسلم على المكان فلقى ان قريش عندها حل واحد, انها تطوق المسلمين من قدامهم ومن خلفهم. طب ازاي ما تطوقناش؟ هنا السيل وهنا المية ما يقدروش يطوقونا. فالحل الوحيد ان هم يلفوا ما بين منطقة السيل وما بين الجبل ده اللي اسمه جبل الرماه. فلو سد عليهم ان هم يلفوا من خلال ان يبقى في مجموعه من الرمواه واقفين فوق. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الجبل دون ووقف عليه 40 صحابي من امهر الرمواه واقفين, ويبانوا ان هم واقفين بالسلاح, واقفين بالرمي. مش معنى النبي اختار 40 علشان يتحرك هذا العدد من قريش ويلف. النبي صلى الله عليه وسلم حسب لقى ان خالد بن الوليد واقف هناك. شايفين مكان البصات دي؟ خالد بن الوليد كان واقف ومعاه 300 من الفرسان, هم دول المكلفين ان هم يلفوا. فحط لهم 40 واحد. ليه؟ لان ال 300 يكفي 40 ان هم يخلصوا عليهم. فلما لقى خالد بن الوليد طالع ب 300, قائد الجيش طالع ابو سفيان. ابو سفيان عنده حل, كان حله كالتالي, ان هو يوزع جيشه عشان يطوق المسلمين. دي خطته. خالد بن الوليد يلف كده, وعكرمة بن ابي جهل يلف كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام حاطط الجيش بتاعه هنا الرماه, وقام حاطط 700 من هنا لغايه جبل احد. اللي قدامنا دي هنا شهداء احد. هنا 70 صحابي منهم سيدنا حمزه. هنا الناس دي ضحت عشان حضرتك تطلعي مسلمه. هنا المكان اللي احنا واقفين عليه ده مات عليه شهداء الصحابة. سيدنا عمرو بن الجموح مات على الأرض دي, سيدنا عبد الله بن حرام مات على الأرض دي, سيدنا حمزة استشهد هنا ورا المنطقة دي, في المنطقة الخلفية هنا. انت لازم تدرك ان الإسلام ده غالي قوي, وان الصحابة دول يعني ضحوا كتير قوي. هناك عند جبل أحد, لو رحت عند جبل أحد هتبص تلاقي في شق في جبل أحد, ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه عشان يفصل قريش عنه. النبي صلى الله عليه وسلم تحت المكان ده ورا مقابر شهداء أحد على طول. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وسال الدم الشريف من وجهه. قريش وصلت, النبي صلى الله عليه وسلم وقف 40 هنا وقال للأربعين كلام محدد, لو رأيتمونا تخطفنا الطير, لو الطير تاكل مننا لا تنصرونا. مش دعوة, خليكوا واقفين. وإذا رأيتمونا ننتصر عليهم لا تتبعونا. مش دعوة بينا, لو بنموت لو بنكسب ما تتحركوش مننا. شوفوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وعارف أهمية الاستراتيجية للمكان دون. ابتدت المعركة, النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة, سيدنا حمزة بن عبد المطلب, وكان حاطط ريشة في صدره كأنه بيقول أنا هو,
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الله لا يحب الخيلاء إنك تتمنظر على حد إلا في هذا الموضع تتمنظر عليهم. وتبدأ قريش يتجبر أبو سفيان على مكان المعركة وعلى طريقة النبي، لازم تواجهونا وجها لوجه. ويفضل خالد بن الوليد متعطل هناك لأنه مش لاقي نفسه دور، لأنه لو قرب الأربعين واقفين. فتبدأ الثلاث تلاف إلا التلتمائة وخمسين بتوع خالد بن الوليد، وتبدأ المعركة وانتصار حاسم للمسلمين. سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل في وسط قريش، يدخل في وسط الجيش أسد الإسلام، يدخل من أول الجيش يطلع من الناحية التانية. أنت متخيل أي جرأة إن واحد يعمل كده؟ لغاية ما يوصل للي ماسك الراية بتاعت قريش فيقتله، فتسقط الراية ويلف ويرجع تاني. لو سقطت الراية هي دي الدفة اللي بتقود الجيش، فيطلعوا واحد تاني يمسك الراية. تخيلوا كم واحد قائد راية في قريش سقط؟ تسعة، تسعة قتلوا، ستة منهم قتلهم حمزة رضي الله عنه وحده. وبعدين علي بن أبي طالب قال يا عم دعني أنا أيضا، يعني مش معقول أنت بس اللي... فيدخل عليه ابن أبي طالب فيموت له اثنين من حملة الراية التانيين، فيجي الزبير بن العوام ويقول له وأنا أيضا، فيموت تسعة على إيد حمزة وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام. وتشعر بالفخر إن دول أجدادك ودول أبطال الإسلام. المعركة ابتدت هنا هو في المنطقة دي، لكن بعد فترة قليلة بقت المعركة هناك، لأن قريش عمالة تتقهقر للوراء والمسلمين عمالين يهدموهم، وقريش عمالة ترجع لورا، عمالة ترجع لورا، عمالة ترجع لورا. الأربعين اللي واقفين هنا شافوا الغنائم وجات الدنيا وما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أربعين ما سمعوش كلام النبي، حينكسر المسلمين. طب لو أمة ما بتسمعش كلام النبي يحصل لها إيه؟ ويبدأ الأربعين يقولوا الغنائم هنا. قائدهم عبد الله بن جبير قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتونا تخطفنا الطير لا تتبعونا، والله لا أترك مكاني أبدا. نزل 30 وفضل 10، 10 ما يكفوش، نزل 30 عشان ياخدوا الغنائم واعتبروا أن المعركة خلصت. خالد بن الوليد كان بيلف وراجع لأن خلاص الجيش انسحب، جيش قريش بيضرب بعينه على الجبل لقى الناس نازلة، فشد شدة وطلع الجبل. الله ابن جبير شهيد سمع كلامه. عبد الله ابن جبير خسر حياته، عبد الله ابن جبير هيفرح به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو وقف هذه الوقفة العظيمة. ويطلع خالد بن الوليد على قمة الجبل هناك مطرح شهداء، شايفين الناس اللي واقفة هناك دي؟ الناس اللي واقفة هناك دي هي بالظبط مكان شهداء أحد، مكان أسف مكان الجماه العشرة اللي استشهدوا واللي دفنوا بعد كده هنا. فيقف خالد بن الوليد ينادي على أبو سفيان بأعلى صوته، أعلو هبل رمز قريش، علشان يقول لهم المعركة اتغيرت للخطة بتاعتنا. فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك فيقول ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفوا العش. يا ترى لو قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم هيقول علينا أنصفنا؟ النبي قال ما أنصفونا، ما سمعوش الكلام. يا ترى أنت أنصفت دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى الإنصاف هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وتبدأ قريش تدرك إن هي رجعت الفرصة ليها، فيبدأ أبو سفيان يتقدم ويبدأ خالد بن الوليد يأتي من ورا، ويبدأ المسلمين يدخلوا، يحصل الكماشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايزها تحصل لولا الرمال اللي ما سمعوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ المسلمين 70 شهيد، 70 شهيد من المسلمين، منهم عبد الله بن حرام. مات عبد الله بن حرام على المكان اللي انتوا واقفين عليه دول، على الصخره اللي انتوا واقفين عليها دي. دماء عبد الله بن حرام تشهد عليها الارض دي دماء طاهره زكيه. يستشهد عبد الله بن حرام ويجي جابر بن عبد الله يقول دعوني انظر الى ابي، فيقول النبي دعوه ينظر الى ابي، فيبكي. فيقول له النبي ابكي او لا تبكي، والله يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلمه كفاحا بلا حجاب. فقال له يا عبدي تمنى علي. فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك مرة أخرى، فأموت في سبيلك مرة أخرى. فقال الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن تمنى يا عبدي. قال يا رب فبلغ عني أهل الدنيا ما أنا فيه من الخير. فنزل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم
يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الأرض اللي هناك دي مات سيدنا عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح كان أعرج من أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرج يا عمرو، معنى أنت أعرج ما فيش عليك جهاد. قال يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. انتماء وحماس وحب وتضحية، وكان شعار غزوة أحد ينطبق على الكلام دوت. كان شعار غزوة أحد دينك دينك لحمك دمك، قال أنت منتمي للإسلام كده. هي غزوة أحد كلها عايزة تقول لك حاجة، الناس دي ضحت بدمائها عشان الإسلام. أنت مش مطلوب منك تعمل كده، بس على الأقل أنت بتحب الإسلام، عملت حاجة مستشهد. ده أنت مش قادر تصحى الفجر. عمرو بن جموح يقول له أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ويموت عمرو بن الجموح ويكون من أهل الجنة. الأرض اللي أنتوا واقفين قدامها دي رسالة لكل مسلم، بتقول له عيش للإسلام، انتمي لدينك، دينك دينك لحمك دمك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي اختار شعار غزوة أحد عشان عارف أن أحد هتفضل رسالة للمسلمين لغاية يوم القيامة. من ضمن الشهداء سيدنا مصعب بن عمير، الشاب المعطر الجميل اللي بيلبس أحسن الثياب، والشاب اللي دايما يحب العطور، لكن رغم غناه ورغم حبه للموضة وحبه للعطور وحبه للحياة الحلوة، كان من الشهداء في غزوة أحد، واتقطعت إيده اليمين واتقطعت إيده الشمال، وكان من شهداء غزوة أحد. من ضمن شهداء غزوة أحد يزيد بن السكن من أهل المدينة، عنده 18 سنة، شاب صغير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يموت يزيد بن السكن، يقول النبي من يدفعهم عني وله الجنة، لأنه بدأوا يتكلبوا على النبي، من يدفعهم عني وله الجنة. فيأتي يزيد بن السكن ويقول له أنا يا رسول الله. وأنا بقول لكم دلوقتي مش مين يدافع عن النبي، مين يدافع عن سنة النبي، مين يدافع عن الدين الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم، من يدفعهم عني وله الجنة. ويموت يزيد بن السكن، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده إلى السماء، ويضع رأس يزيد على يعني يسيب المعركة ويقعد على الأرض، ويحط رأس يزيد على فخده صلى الله عليه وسلم، ويزيح عن وجهه التراب، ويرفع يده إلى السماء ويقول اللهم إني راض عن يزيد بن السكن فارض عنه، اللهم إني راض عن يزيد بن السكن فارض عنه، اللهم إني أشهدك أنه قد وفى. يا ترى النبي هيقابلك يوم القيامة يقول يا رب أشهدك أن الراجل ده وفى في القرن دون، يا رب أشهدك أن الراجل ده بدل جهده في الوقت دون. غزوة أحد رسالة لكل مسلم، كان لازم يحصل شهداء علشان نتعلم يوم القيامة قد إيه الدين ده غالي. ويبدأ عبد الله بن قمئة، يجي عبد الله بن قمئة ويحفر حفرة للنبي، لأنه جبان ما قدرش يواجه النبي وجها لوجه، فشاف النبي بيحارب فين وقام حفر له الحفرة. فين الحفرة دي؟ كان مكانها متعلم ناحية المكتب اللي هناك دي في الأرض هناك. لو تشوفوا العمود اللي هناك دون، العمود اللي هناك دون، هنا عبد الله بن قمئة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب. فيأتي فيحفر حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها حفرة صغيرة، فيقع النبي بس الأرض صخرية. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتكسر سنتيه، تتكسر سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، بس مش السنتين الأماميتين، سنتين من الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم وجهه جميلا حتى صلى الله عليه وسلم يلقى الله، فتتكسر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن زي ما أنتوا شايفين الأرض صخرية. فيأتي عبد الله بن قمئة والنبي صلى الله عليه وسلم بيقوم حفرة ويضرب النبي بالسيف، فتيجي على خوذة النبي، حتى أنت يا رسول الله حصل لك اللي حصل لك ده عشان إحنا نطلع مسلمين. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، فنتيجة الضربة الحلقات الحديد بتاعت الخوذة تدخل في خد النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي أبو بكر الصديق ويقول دعني أنزعها يا رسول الله نشلها. فيأتي عبد الله بن رواحة يقول لا والله. فيأتي عبد الله بن رواحة يقول لا والله لا ينزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا. ويبدأ يشدها بسنانه وتكسر حتة من سنانه، فكان أجمل من كسرت أسنانه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج الحلقات من وجه النبي، فينفجر وجه النبي بالدماء، فيرفع يديه إلى السماء، فقلنا سيدعو عليهم، فإذا به يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يا رب دول مش عارفين، سامحهم، اللهم اهدي قومي، لأنه خاف، لأنه وجهه بالدماء أن ينزل عليهم غضب من الله، لأن كل هم النبي أن أنتوا تطلعوا مسلمين من أحفاد هؤلاء الناس. فينفجر وجه النبي بالدماء، فيأتي سيدنا علي بن أبي طالب ويضع الماء، كلما وضع الماء ازداد الدماء حتى يتوقف الدماء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الان تطلع اشاعة انه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يجي هو ابن طمأة ويقول قتلت محمدا قتلت محمدا، فيصدق بعض الصحابة ويبدأوا يقولوا خلاص فلما نبقى، يلا نرجع المدينة، وهم مش عارفين ان هم سايبين النبي في وسط المعركة. فيرجع جزء من الصحابة على المدينة ويبقى النبي لوحده مع مجموعة من الصحابة، والعدد بقى قليل. فتأتي أم عمارة واحدة ست كانت طالعة بس تشرب الناس وتسقي العطشان وتضمد الجرحى، فتلاقي النبي وحده فتاخد سيف وهي ما بتعرفش تحارب، وتقف في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. مين واقف في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رسالته؟ مين شايل الهم ده؟ مين شايل الأمنية دي؟ أنا شايل يا رسول الله عندك. فتقف في ظهر النبي عشان ما يجيش حد من وجه النبي. فيأتي واحد من الكفار هو مش عايزها عيب يموت امرأة، فيجي لها يمين عشان عايز يوصل للنبي، تقوم جايه له يمين، يجي لها شمال تجي له شمال، فعايز يزح عن طريقه، فضربها بالسيف على كتفها فغارت عظام الكتف، بقت عظام الكتف كسر لها كتفها، فتقع على الأرض، نفور الدماء طلع من كتفها فتسقط على الأرض. وبعدين تقوم واخدة السيف، يجي لها ابنها يقول لها يا أمي قالت دعني دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبك مني ألحق النبي صلى الله عليه وسلم. فيبص لها النبي ويقول لها من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تقول له أطيق وأطيق وأطيق، ولكن أسألك مرافقتك في الجنة. بص كويس، هذا المكان هو اللي حصل عليه الكلام ده، هذا المكان هو اللي جرت عليه هذه الكلام العظيم. فيقول لها يا أم عمارة أطيق؟ فتقول له أطيق وأطيق وأطيق، ولكن أسألك مرافقتك في الجنة. فيقول لها لست وحدك، أنت وأهل بيتك، أنتم رفقائي في الجنة، أنتم رفقائي في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يرجع الصحابة جزء كبير منهم على المدينة، فيقابلهم واحد أنس بن النضر، كان بره المدينة أثناء المعركة، كان في شغل. فيقول لهم أين تذهبون؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ عودوا فموتوا على ما مات عليه. فيرجع الجيش كله أنس بن النضر، ويموت شهيد أنس بن النضر، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارفين جثته من كتر ما قاتل وقاتل وقاتل، ما عرفتوش أخته إلا من صباعه، قالت ده أخويا، وشه ممزق، ده صباع أخويا. وينزل فيه قول الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا ترى انت من الرجال دول؟ يا ترى صفة الرجال للأنوثة مش بس للرجالة، دي صفة، دي مش نوع، دي صفة للبشر. انت من هؤلاء، انت من هؤلاء. ويموت سيدنا حمزة بن عبد المطلب هنا خلف جبل الرماه. يأتي وحشي، وحشية ما كانش له علاقة بالمعركة غير ان هو هند بنت عتبة سيدنا حمزة قتل لها ثلاثة من عيلتها في غزوة بدر. فجابت وحشية قالت له لو قتلت حمزة لك حريتك، هطلعك حر. ويأتي وحشية ويمسك الحربة، بيقول فنظرت في وجهه فعرفت أني لا أستطيع أن أقتله وعيني في عينه. إيه سيدنا حمزة ده؟ إيه قوة الإيمان اللي تخلي العين بالقوة دي؟ فاختبأت خلف صخرة، الصخرة دي كانت موجودة لغاية 10 سنين فاتت وأنا شفتها، واختبأت خلف الصخرة فانتظرت حتى أعطاني ظهري، فانتظرت حتى أعطاني ظهري، ثم أتيت بالحربة فهززتها وألقيتها فوقعت في ظهر حمزة، خرجت من بطنه. فالتفت إليه، معقولة لسه في قوة؟ فعرف أني قاتله، فنظر إليه فوالله ما استطعت أن أتحرك من مكاني من خشيته. إيه سيدنا حمزة ده وإيه قوة الإيمان؟ هو أول واحد في الشهداء، هنوريكم مكانه بالضبط الآن. فيسقط، فبيقول فنظر إليه ثم تحرك نحوي، ثم أن إلا أن الرمح والقتل غلبه فسقط في مكانه. فمات هنا سيدنا حمزة رضي الله عنه أسد الإسلام، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفن 70 شهيد هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على جبل أحد، فتنفصل قريش والمسلمين كلهم يطلعوا على الجبل، وتنتهي غزوة أحد عند هذا الحد. أنت غالي الإسلام عندك قد إيه؟ أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ أنت بتحب الصحابة قد إيه؟ أنت عملت إيه؟ أنت أعطيت إيه؟ إحنا هننزل دلوقتي نزور شهداء أحد، هنقف ونقول لهم السلام عليكم يا شهداء أحد، جزاكم الله عنا خيرا، لولا تضحياتكم ما كناش هنطلع إحنا مسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنت نازل دلوقتي انزل بنية أنا على العهد يا رسول الله، أنا هطلع راجل،
أنا هعمل حاجة للإسلام، وتدعي وتموت نفسك دعاء يا رب شغلني عندك واستخدمني لدينك. وانتوا نازلين دلوقتي نزلوا بشويش، نزلوا وانتوا مدركين ان انتوا نازلين في اماكن استشهد فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلعي مسلمة. يلا نسلم على شهداء احد. بسم الله. هنا شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاه. تحس إنك مش أمام مقبرة، تحس إنك قدام حتة من الجنة. واللي في النص سيدنا حمزة، أول ثلاثة، الباقي كلهم في المكان اللي ورا. هنا سيدنا حمزة وجنبه مصعب بن عمير وجنبه عبد الله بن حرام، أول ثلاثة. وبعدين باقي الشهداء كلهم السبعين في المنطقة الخلفية اللي هناك. هنا وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيزورهم كل يوم اتنين، يسلم عليهم، يسلم عليهم ونقوله. وانت بتسلم عليهم سلم عليهم بإحساس نية انك ناوي تعمل حاجة للإسلام، بإحسان انا على العهد. السلام عليكم يا شهداء أحد. السلام عليك يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب. السلام عليك يا سيدنا حمزة. السلام عليكم جميعا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بكم وصل إلينا الإسلام وبشهادتكم صرنا نحن مسلمين. اللهم ارض عنهم واجمعنا بهم على خير. اللهم اجمعنا بشهداء أحد في الجنة. أمين. اللهم اجمعنا بسيدنا حمزة في الجنة. أمين. اللهم اجمعنا بمصعب بن عمير في الجنة. أمين. اللهم يا رب اجعلنا رفقائهم في الجنة. أمين. اللهم إن رسول الله كان يحبهم ونحن نحبهم. أمين. اللهم اجعلنا على خطاهم. اللهم يا رب شغلنا عندك واستخدمنا العز الدينك. اللهم اكتبنا في من قلت فيهم في شهداء أحد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بشهداء أحد في الجنة. اللهم اجمعنا بشهداء أحد في الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.